معاناة الصيادين معاناة كثيرة، والسبب بالدولة، لأن الدولة ما موفرة حماية للصياد. أما من جانب الإيراني، الصياد بمياهنا وداخل حدودنا هاي تجي الدوريات الإيرانية وتاخذه وتهينه وتاخذ وتصادر السمك ماله وتوديه لإيران، وياخذ له فد شهر ويساومونه على كم ورقة، 20 30 ورقة 50 ورقة يساومونه، يلا يهدوا، وبعدين مصادرة السمكة. ومن يجي يسلمونه للعراق كذلك ياخذ له 4 5 أيام بالسجن بالتوقيف ويطلع بكفاله. يا اخي يا دوله يا ناس، وفروا حمايه للصياد. يا اخي الصياد مو هالشكل، باقي الحكومات كان الصياد محترم، لا الكويت تاذي لا ايران تاذي. هسه احنا نريد نوفر حمايه للصياد من قبل حكومتنا. شو حكومتنا ناطيتنا ذان الطرشه؟ مو هذا الصياد مسكين قاعد يوفر مواد غذائيه وقاعد يتعب بالحر والبرد ويجيب الاسماك للعراق ويدخلها، وجميع المحافظات تجي تاخذ من الفاو. ناشد الحكومه بان تسوي لنا حل ويا دول الجوار، يعني بالذات ايران. ايران اذيت شيء ما اذيتني ايران، لان الزورق من يدخل بشط العرب ياخذونه، يقولون هذه المياه كلها ان انتم لكم بس اليابسه، شط العرب كله انه. يا حكومه يا رشيده سووا لنا حل، هاي الاراضي كلها عراقيه، شنو ايش حدا ما بدا احتلتها الدول الجوار؟ عمي مو هالشكل القضيه، دافعوا لصيادكم، احموا صيادكم. كنا بالزمان السابق نروح نجيب سمك من عمان، من السلطنه، من ناق، من حدود اليمن، ما حد يعارضنا لانه اكو مياه صيد مشترك. يا دوله فعلوا لنا هذا القانون، راعوا صيادكم، اهتموا بصيادكم. المن المشتكى؟ المشتكى الله والكم، لانه تدرون ليش الصياد ما له حمايه؟ لانه ما عنده حزب. لو الصياد عنده حزب كان يلزم ظهر الحزب، بس الصياد مسكين لا عنده حزب ولا عنده. انه هسه احنا هذا الشط، هذا الشط قبالك، هذا الشط هسه قبالك، هسه احنا قاعد نسوي لقاء قبالك. يعني هسه احنا يمكن لو الصياد يعبر له 20 سنتي 20 متر، نقول احنا 20 متر، انه الصياد العراقي راح ينقضي نوخذ. بينما انه الصياد الايراني يجي يعبر لهنا لهنا، يعبر هنا لهنا، ما حد يقدر يعني يقدر يحكي حكايه واحده. ثانيا اكثر من صياد عندنا هسه قبل ايام، يعني مو ايام وايد، ايام كلش قليله، واخوان الصيادين موجودين يعني مو بعاد، عبروا عليهم. عندنا اكو سفينه غرقانه على راس الفاو اسمها شبير، يعبر الدوري عليه، يعبر عليه الدوري وياخذ الصياد العراقي، واما ياخذ السمك مالته، واما يدخله لايران، يدخله لايران، ومن دخل لايران يعني حجز بايران، ومن حجز بايران ظل 7 أيام 8 أيام 10 أيام، حط لك محامي بايران وطلع الصياد، عبره انه شو تسوي من تعبير؟ تعبر عن طريق هذا المخفر العراقي الموجود هنا بالمخراج، اقول بالفداغيه عفوا موجود، او بالدويب يسمونها، يجي انه بهذا الصياد شو يسوي؟ لازم يحط له محامي، ولازم اجراءات، ودي للقاضي وجيبه للقاضي، يعني بين قوسين الصياد بين ايران وبين العراق وما ادري شنو، اذا ما ياكل له 70 ورقه. زين 70 ورقه، زين هو اذا هو جاي يحصل له يكتر له يحصل له صياد 25 30 الف دينار من يحصل له. زين 70 ورقه شو راح يتحمل هاي الشغله؟ يعني تدمر لو ما تدمر؟ احنا بالنسبه لنا الحمد لله ما عندنا مياه، مياه ما عندنا. منا الطبقه البحريه بها منطقه ممنوعه 5 ميال، ومنا هاي الطبقه البحريه 5 ميال، ومنا نجي نتحول على الخور، خور عبد الله، خور عبد الله ما ادري يعني الكويت خذته، ظاهر الكويت ما خذته كله يعني الكويت، لانه شنو؟ انه اي صياد ما يقدر يعني القناه الرئيسيه اللي هي البويات، احنا نسميها البويات، هم يسمونها القناه الرئيسيه، القناه الرئيسيه هذه القناه الرئيسيه ما حد يقدر يوصلها. وبين قوسين يعني ماكو دفاع للصياد، يعني ماكو دفاع للصياد، ماكو فد شيء للصياد مثلا، يعني كانه انسان حاط شفنه بايده وقاعد يمشي بس على مود يعيش حالته، بس على مود يعيش حالته، يعني ماكو فرق شيء، ماكو فرق شيء. يعني بكل دول العالم ابسط شيء هاي دول العالم، يعني اكو مثلا دعم للصياد، دعم للصياد. شنو هسه اكو دول اصلا ما عندها بترول، بترول ما عندها. احنا هسه من الدول على اساس انه ثاني بلد او ثالث بلد بالعالم احتياطي بالنفط، عدل ولا لا؟ صحيح مو صحيح؟ يعني ليش احنا هسه برميل نفط يوصل للصياد ب 90,000 دينار؟ 90 دينار يحتاج له اقل شيء، ابو الليج يحتاج اقل شيء 20 برميل، هاي ايش قد صارت؟ 1,800,000.
عادل مو عادل؟ لو يعطل هنا يعني حمل غير هاي اضافه ماكلته وشغلاته ومصرفك هاي يعني يقوم له ب 3 ملايين يعني يطلع. اذا اعطى هنا ما يقدر بعد ما خلاص يعني تورط بلش تورط. مين يسد فلوس العالم؟ مين يسد فلوس العالم؟ زين يا اخي ادعم البترول ادعم يعني ادعم الصيد ادعم حتى يقدر يشتغل. يعني هسه انتم حالكم حال اي دوله بالخارج اللي ما يملكون نفط. يعني الصياد الى دعم الى دعم من الدوله. من حق اي شريحه هسه مو اي شريحه بالمجتمع موجوده. ادعمه يعني اعتبره رعايه شنو بدي اعتبره؟ ادعمه يا اخي هسه برمي النفط ب 90,000 حسب عليه 45 حسب عليه 50,000 هسه يقدر يتحرك. زين هاك هاي على ملايين دولارين مليارات دبوهم. شنو اللي سووه؟ شنو سوى العالم؟ ما يقدر اذا عطل تورط، يعني راح له 3 ملايين دينار، شلون يسد 3 ملايين دينار؟ مين يسدهن؟ مين يسدهن؟ ما عنده فلوس يسدهن. يعني لا عنده مثلا دوله دعمته بماكينه، لا دعمته بغاز، لا دعمته بقضيه، لا دعمته بمحامي مثلا على الاقل من لزم بدوله اكو محامي هسه من الدوله من المحافظه من اي مكان، يعني هذا محامي خاص للصياد مثلا، عشان ما يضرب 10 ساعه حد دفتر حد رباطه، بيوم يصير مشكله كلمة هذا اكو ناس موجوده هالشغلات هسه علق من هذا الباب يعني هذا الباب الجانب العراقي الجانب العراقي نفذ القانون عليك بس على العقوبات يعني هسه احنا اكو قانون مثلا يقول لك اليوم اكو حكم يتطبق من 5 سنوات الى خلينا نقول شهر هسه ليش كذب 5 سنوات اخو كذب شويه 6 شهر سويها مثلا مثلا 6 شهور يعني شنو مثلا احسن نقول؟ يعني هنا ممنوع، يعني زين انت ليش تطبق مثل حكي الدول الجوار مثلا انت يقول لك هذا هيك هيك تطبق عليه القانون، ليش انت ما انت ليش ما تحمي الصياد مالك؟ ليش؟ انه الصياد مالك هنا ينكذب الشرط، انت مو دوله، انت مو عندك قوه بحريه، انت مو عندك قوه نهريه، انت مو عندك يعني عندك امكانيه، الحمد لله العراق قبل ما عاد ازوره عنده كان قبل ايفا دفع، هسه الحمد لله كله سلفادور كله عنده هاي، كل شيء عنده. يعني بلد محتاج؟ لا بلد ما محتاج. كل شيء عنده ليش انه يعني ليش هسه عندنا شرطه نهريه موجوده ليش انه احنا قاعد نعاني مثلا خلينا نقول من شبير يصعد للدوري الايراني ويكبر ياخذ ليش؟ هم عندنا زوارق عندنا تطلع اذا صيادنا متجاوز خيول يطلب مرض بس اذا راح الشبير شلون؟ بعد التازة هذا مضلع عندك نصبور هاي صبور 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 هاي هم صبور هاي اكو سمك اكو سمك سمك اكو معاناة السماك اللي بالفا ومعاناته من الحدود ماكو تطلع اي حدود قالوا لك والله انت متجاوز الحدود واخذوه ياخذونه صادرون سمكه ياذونه ما مدعومين من الدوله لا عندنا غاز الدوله تعطينا نطلع مصرف مليونين الا ربع نصيد 7-8 ايام ما نطلع هالمليونين مرتين ثلاث اذا طلع ابو اللنج وعطل بعد ما يقدر يعيد نظامه ويطلع مره ثانيه لانه العطل اليوم اقل عطل هو مليونين ومليونين ونص منين يجيب ابو اللنجه وهاي اللنجات غرقت الله وكيلك كانت عددها فلوس كان اللي عنده لنج بالفاو ملك انا مني واحد لحت وياك الله شاد عندي ازيد من 13 لنجه بين خشب وحديد اليوم انا ابيع عنك شياسه وفلين بمحل هذا كان الخير والفلوس هاي خلونا دوريه جايتي تاخذنا من حدود والله دوريتهم تجي تاخذنا من الحدود العراقي ماكو واحد يحامي عنا يعني ناس شلون على قولتك مضطهدين امام الدول الجانب العراقي اي ماكو كفيلك الله اسالو اوديك بحر وشوف الدوريات بالميات الدوريات الايرانيه والكويتيه الكويتيه نار اعطين بنص خور عبد الله على البويات مال خور عبد الله يعني مدخل مقصر دوريه الكويتيه طابقه اي واحد اللي يعبر يعذبوه اشكال التعذيب هاي واحد من الكتل هو انا والله مخبل هسه يمنا بالجمعيه تخبل من الكتل داروا عليه بخشب كتلو ذا بروحه بحر خطيه صارت بيه جلطه وقف عنده دماغه تخبل
وهاي معاناتنا نرجو من الدولة أن توصلون صوتنا إحنا للدولة. ناس الله وكيلكم الفاو، ما عدنا أي كسب من عدا السمك. هل شوف ماي مالح، لا زرع يصير ولا كل شيء ما يصير. عدنا من نطلب من الله ومن الدولة أن تباوع عنا بعين الأبوة بعين الرحمة. منا إيران تكبنا، منا نروح صوب الميناء أمريكا يقول لك ابعد عن الميناء 30 كيلو، نروح منا صوب الكاسر يقول لك ابعد عن الكاسر 30 كيلو، تروح على الحدود بيننا وبين الكويت حد البويات ما نوصل إلا الكويتيين يجون يأخذوننا ويأدوننا هناك مثل ما يعني ما أقدر أحكي غير حكي ويا الكويتيين. وإيران تكبنا وتأخذ حلالنا وتأخذ كل مياه ما عندنا إحنا هسه هنا حاليا، وإحنا عيشتنا على البحر. يا حكومة، حكومة العراقية أريد تسوينا حل لهذا الجانب، مو بس الحل للزيارة لإيران، وإيران تجينا للعراق زيارته. فاحنا شلون هاي الحد مالنا والمعيشه مالتنا شلون هذا؟ احنا خاصه اهل الفاو واللي عايشه بالفاو، كافه المحافظات هي بالفاو. ومحتاره، جمعيه محتاره 20,000 مره حكت بالاذاعه ما جاي يسوي لنا حل الحكومه العراقيه. فنرجو من الحكومه العراقيه تسوي لنا حل من جانب الكويتي والجانب الايراني. احنا وين نروح؟ احنا مياه ما عندنا هسه حاليا، بقعة صغيرة و 60,000 لنج وطراد يخوط بها، يعني حتى السمك الناعمة ما جاي نصيدها، سمك ما جاي يوصل لنا هنا. أما تخلونا بشرايك وتعوفون البحر وقولوا ما عندنا مياه، أما تخلونا على المياه مالنا وتكثرون مياهنا ونمشي على مياهنا الصحيح. ناشف وبأملاح وما يخلي حتى يعني من صفحة إيران ما يخلون إيرانيين العراق يدخلون بالصيد، يعني هواي حاجات. بالنسبة جماعتنا العراقيين الصيد مالهم صار قليل، من تعرف الشط والبحر أزيد شيء. إيران ما تخلوا واحد مثلا حتى بصفحتنا ما يخلون واحد يصيد، لو ما تعرف حدودهم على حدودنا الشط مالهم شطنا قليل واحد قريب على الثاني ما يخلون. بالنسبة جماعتنا السمكة الزينة ما قليل قاعد تدخل البصرة، يعني العراق قليل، بس بالنسبة للبصرة يعرفون الأسماك مال فاو أزيد شيء البصرة وبغداد باقي المحافظة يعرفون سمك الفاو بالنسبة. وتعرف عمولة يقول لك ليش
ليش انا من هناك بالبحر ابي افضل لي يعني استلم فلوس احسن لي، ليش اجي هنا انا واتعب نفسي واجي؟ هذه شغله بالنسبه لشط العرب ماكو نسبه قليله في بياح او سنتي بلطي، هذا شط العرب حبلبي بني قطعان تعرف بال90 اي بال80 بال90 يعني بال85 سمك شط العرب احلى سمك بالعالم كله، يعني شط حلو ومايه حلو. هسه اختلفت الامور يعني سمكه قليله كلش قليله، الايراني ما يخلون العراقيين يدخلون يعني حتى منطقتنا ما يخلون. اي وليش يفرض عليك تحدد شنو؟ تشتري من عنده تشتري من عنده وسمكه مو تازه، يعني الاغلبيه بالبصره يطلب سمك ايراني مو فريش، بس سمكنا ما ارفعه لا 100%. بالنسبه صيادين العراقيين انسان طيبين وعلى فطريتهم تعرف، لان الفاو ذول ناس على فطريتهم فقره انسان مسالمين يعني ناس مسالمين. بالنسبه عندنا خور عبد الله بسمك زبيدي بدابو بنويبي انواع السمك البحريه الهامور مثلا زين. بالنسبه جماعتنا مناطق محدوده لهم قاعد يصيدون بها خطيه ويجون بس هي هاي. بالنسبه للايرانيين منعون العراقيين، الكويتيين منعون العراقيين، لو تبيع لي لو ما خليك الصوت. هاي بالنسبه لايران والكويت هذا حكي مو العراقيين، تعرف العراقي مجبور يعني شو يسوي بهالحاله. هاي سائر اسماك مالتنا كلها. بس بالنسبه هذا السلمون كان ما يجي صار له يمكن عمرنا كله الا صار له سنه قام يطب لنا من حدود روسيا سلمون هذا المشهور. الانهر مالتنا تعرف انت بعد، بس السمتي قليل همه، سمتي وبلطي وشبو. بالنسبه للبنيه قطعنا الان انقرضت هاي، بس كله مال بغداد او مال رزازه قام يطبون. بالنسبه كان بايام زمان مصبور يعني صار له يمكن كم سنه انقرض الصبور، كل الكويتيين ياخذون من جماعتنا والايرانيين نفس الشيء ما يخلون صبور اطلب بالعراق، قليل هسه نسبه الصبور. شوف انت بالسوق سوق البصره ذاك من ذاك تط زايد جسمك. هاي بالنسبه للبصره وباقي المحافظات هسه بغداد اكو ناس يبيعون بغداد فتحوا محلات، بس كلها اسماك هاي كلها ايرانيه، يعني العالم تشتري بس ما تعرف ايرانها هذا مو مال فاو، يقول العالم مال فاو وهذا جديد وهذا كله بس ايراني هو بغداد، يعني ما يصرف له مال اسماك. يقول له الزبيد ب 25 اذا هو الزبيد ب 28 مال فاو يعني، ويقول للعالم يطلع بالتلفزيون والقناه العراقيه تصوره ويقول للعالم هذا مال فاو، يعني عادي يمشي العالم ما تعرف مال فاو تميزه على الاسماك مال ايران. هاي الاسماك مالتهم صار بيها غش هواي، سمكنا هواي انواع هنا بالبصره تشوف تطلع برا اشكال وانواع اسماك، بس الانسان اهم شيء عنده مصداقيه وين الناس يعرفون مثلا هذا السمك مال فاو، هذا السمك ايراني، هذا السمك مثلا مجمد، وايد شغلات حتى سوقنا صار الناس قليله تدخل به من هذا الاعلام مال الناس وين طاب جوه غالي، بس بالعكس هو جوه شوف السمك هسه انت قاعد تشوف وتشاهد شوف انت السمك هذا ما موجود نهائيا يعني بالبصره، بس اكو كم محل هنا معدود يشتغلون بهذا السمك الفريش مال فاو والباقي لا مجمد، بس شيء مجمد بس العالم تدور رخص فيه رخص. السمك مثل مال فاو الى طعمته الى رقابته الى ناسه، جاي ياخذون السمك الكويت وايران، جاي ياخذون السمك جاي يجينا اقل من السمك هسه حاليا، شط العرب جاي يجينا صغار سمته هسه حاليا، هو البلطي والبياح ومال الخصيب جاي يجينا همه، جاي يجينا هذا الميد الزقالي بياح، الصبور عندنا الكلداني الكبار المخاد جاي يودون للكويت همه، وعندنا الزويديه العراقيه همه، ما جاي يدخلنا شيء قليل للعراق حاليا. يعني كله قاعد ينباع للكويت وايران، هذا شيء ايران والكويت. هسه لما هامور ماكو بسوق، جاي يودون للكويت الكبار. هو ابوي صار تقريبا بال 45 سنه 40 سنه قديم. ابا نعجل. ابا نعجل؟ اي. ماكو صياده ما جاي تطلع وسمكه غله جاي تطلع لايران وللكويت جاي يصيدونها يودونها.
حفاك الله حبيبي. قلت السمكة بشط العرب عدة أسباب. السبب الأول الشط بعد ما تعرض إلى كري على قولت هن الأولين. إحنا كان عندنا سمك مو بشط العرب، كان بالإنهر يطب عندنا. عندنا نهر الرباط، نهر العشار، نهر المعارض، هذا كانت متروسة سمك شبوط وحمري، ومن يجي الزود يصعد على البساتين حتى الصبور انا نحصلها ببطن هاي النهر خشني والزوري. السبب الاول، اول شيء عدم الكري، انترست سلاح، انترست ثلاجات قديمه، تشينكو شكو قاذورات كلها فتحوها على الشطوط ذن الفرعيه. هسه انت من تطلع بالشارع تباوع تشوف اكو بوريات تجري ببطن الشطوط ذني، هذا كله مال مياه ثقيله، هذا غلط، هذا كله مواد كيميائيه تقتل السمكه. هاي انكتل الرفش، انكتلة الدودة السوداء، انكتلة الجرية، انكتلة الحية، انكتلة ابو السلمبة، هذه كلها حيوانات كانت حتى لو نقول نسميها تراثية ام تراثية، هذه كانت اذا توقف على الشاط هذني يطلع لك اشكال والوان على الجرف. بس من فتحوا علي المياه الثقيلة وماكو كري، وهذا تعرف 20 30 سنة كلها طمام طمام طمام، تخلي المياه والمياه الثقيله تنزل عليها راح تلوثها. هسه احنا اول العام هذا شط البصره، لا تروح على شط العرب، شط البصره اللي بيننا وبين الزبير كان بيه شكل شانك يطلع يخبل، هسه هاي السنه ما طلع بيه. ليش؟ اكو مياه ثقيله، وين الجسر اللي سووه مال الجديد؟ ذبوها على الشط هذا مال الزبير، هم قتلها. ادري جميع دول العالم المياه الثقيلة إلى مخازن خاصة، احنا عندنا بها مخازن خاصة موجودة على طريق الصناعية، وكانت تعمل اليوريا من عتها للزراعة وتصدر خارج العراق. من صار السقوط وصار انسداد بالمجاري والمنهولات على مود الحل السريع فتحوها على الشطوط والانهار، هذا غلط. هسه كان بأول السقوط الوقت صعب، هسه الوقت صار اسهل شويه واحلى، شركات موجوده، اقوم اسد المجاري اللي سويته على الشطوط، ارجع على المجرى مال القديم وافتح معمل اليوريا واطلع منه هم انتاج وهم بيه فلوس للدوله واردات، وانقذ الشطوط مالات البصره. هذا شط العرب، هاي سن السقوط لسه، وقبل السقوط حرب ايران كله ما حد كره ولا نزلت به حفارات، ليش يصعد مناسيبه ويصعد يروح ينزل الماء بسرعه من عنده؟ لانه بطمام هواي، هذا كان ما حد الجرف ما تقايش فيه، احنا شباب ننزل بالجرف اذا نقايش ما نقدر نقايش. هسه هذا المفروض منه تنزل به حفارات هو والشطوط الداخليه. هسه هذا شط العشار مسوى وزير النفط السابق غير المفروض يحفره غمقه، ايش قد ما بيه غمقه حتى يسحب الماي من شط العرب. من يصير ماي شط العرب شوي بينزول يسحب الماي من الخليج وادخله عقبه وصل شط البصره، اخليه يصعد مد منا ينزل بي، يصعد مد منا ينزل بي، راح يصير نظيف حتى الوساخه تمشي وياه، ويصير كورنيشات داخليه. الصيادين العراقيين كانوا يصيدوننا بكل حريه، عندنا حوالي بال 5000 6000 لنجه عراقيه تصيد. اكو اتفاقيه دوليه بين العراق وايران والكويت، من حق العراق يصيد بحدود الكويتيه بحدود الايرانيه، لان هذا بحر مفتوح حسب الاتفاقيه بين الدول. وكان العراقي اقل لنجه تجيب لها 100 200 كيلو هم 6000 لنجه تجمع. الصبور كثير، الزويدي كثير ورخيص، السمكه البحريه كثيره ورخيصه، موسم ينفتح عندنا اربع خمس اشهر العالم تاكل، ونصفر المحافظات كلها نودي لها روبيان، نودي لها زويدي، نودي لها صبور، جميع محافظات العراق حتى للشمال وصلنا. بس من صار السقوط ابو الكويت بدا يحشد على البحر يخاف من الشغلات المو زينه، ابو ايران بدا يحشد على البحر، صار المكان ضيق للعراقيين، السفن الكبيره العراقيه ما تقدر تمشي بهذا المكان الضيق. زين رغم الضيق بس يشوفونه بالدربيل او بالناظور يضربونه طلقه.
منها الكويت يضربه ومنها الايراني يضربه. طبعا العراق راح يصير عنده قله صيد ومضايقات وخوف من القتيل فينسحب. هاي اللنجات الواقفه شط العرب والفاو مشلها وظاله، ولا ما عندهم استعداد. اي واحد هسه يجيب له خمس نفرات ست نفرات عمال يحطهم باللنجه ويطلع يصيد. هذا الشيء. الشيء الثاني دعم الدوله. دعم الدوله لازم يكون للصياد اللي باللنجه. شلون باقي الدول المجاوره تطل الفلاح نايلون وتطي بزر يزرع يعني وتاخذ المحصول ماله بالحصاد. الصياد هم هيك لازم، لازم ينطونه ثلج اسعار مناسبه شوي او مدعومه، لازم ينطونه غاز مدعوم واخلي عليه ضوابط. السمكه قلت من شط العرب. اول شيء شط العرب يراد له هسه شرى كامل، لان شنو فاتحين عليه؟ فاتحين عليه المجاري مال التعليمي والنفايات كلها وين صايره؟ صايره هسه بشط العرب. فلذلك شط العرب بعد هسه السمك ماله كلش انتهى. هاي واحده. اثنين المفروض هسه من الحكومه يكون يطلعون شركه تشري شط العرب. منين ينشري؟ ينشري من الفاو للقرمه. شط العرب العمق ماله 15 كيلو 15 متر. هسه شط العرب الارتفاع مال الاوساخ مالاته والمخلفات وهاي القصار هسه يلا بي 6 مترات. الست مترات ما تقدر تطبيهن اي سمكه. اثنين الصبوره انتهت من شط العرب، الصبوره كانت تدق بالقرمه. خوش. ثلاثة عندك هسه احنا شنو نريد؟ نريد من الحكومة اهم شيء توفر للصياد امكانية كاملة. هذا شط العرب، يعني هسه شط العرب مثل ما يقول لا تحسبه بعد شط العرب. حسبه ايش؟ شط ما تري. لان جميع اوساخ جميع هاي مفتوحة هسه على شط العرب. هاي يسمونها محاربات عايمة على الصياد العراقي. اول البحر مالك انت ايش قد؟ 50 كيلو. 50 كيلو قوي تشتغل المواني. ناقلات النفط غيره هنا ما راح يقدر يشتغل الصياد العراقي. الصياد العراقي وين ينجبر؟ ينجبر ويروح يشتري من ايران. من يروح يشتري من ايران؟ ذولاك ما يخلون الصيد بصفحتهم، يصيد بصفحتهم شو يسوون؟ يصادرون البلم ماله، يصادرون الشبك وفوق هذا كله ينسجم. حيل صارت. الكويت هم كذلك منا. شط الفاو صارت بها هسه شنو؟ حركه كلش قويه، الصياد ما يقدر يتحرك. سبقا عندكم معلومه قبل 6 أشهر أو 7 أشهر 8 أشهر حتى يعني أهل البصرة طلعوا بضيها مظاهرات نسبة بزيادة نسبة الملوحة شط العرب. الأسباب كانت الأسباب قلة المياه، وكان الجانب الإيراني دائما يفتح علينا يعني ماء البزل مالهم، مما أدى إلى قلة الثروة السمكية بالبصرة. وبعدين الحمد لله والشكر بجهد المحافظة طرقوا لعدة مشاريع تحول يعني فتحوا مشاريع ماي حلو تغير الماي شط العرب والحمد لله. نقول هسه ما اقول لك نسبه يعني قليله لا، وانما شويه احسن. اذا اريد نرجع لسبب حكومه صدام حسين كانت لها نفوذها وقوتها، كان الصياد العراقي له هيبته بالبحر. وفعلا احنا بزمن صدام حسين الله يرحمه يعني كان عندنا سمك يدخل خير من الله، النسبه اللي عندنا كانت تدخل. اهلا بحد الكويت. بعد سقوط النظام تغير الوضع، ضعفت الحكومه، ضعفت ضعف تام. هسه الجانب الايراني مسيطر على الصياد العراقي، الجانب الكويتي بحيث جاي يوصلون مرحله انه الصياد العراقي قد ما جاي يصيد خلال اسبوع 10 ايام قد يحصل من رزق؟ جاي يسلب اللنج ماله وتاخذ ارزاقه. سبب منه؟ سبب ضعف الحكومه. لكن الحكومه لو تتجاوب وتخلي لهم فد سند بالبحر، ما اتصور احد يقدر يتجاوز على الصياد العراقي. من السقوط من سنه 2003 لو اقول لك كم قناه دخلت لنا سوق البصره تقبل لا، يمكن اكثر من 50 او 100 قناه دخلت تصوير. وانا واحد من اللي من الناس اللي انا مندوب اذاعه المرمى، عرضت عليهم، عرضت على السيد المحافظ يوم من الايام قلت له هذا مو سم، قلت له اكو مثل عندنا بالعراق او اكو مثل عام يقول من تزور بلد اي بلد زوره اول ما تروح تشوفهم شنو ياكلون فيدخلون سوق السمك. فاحنا هذا سوقنا مع الالم، احنا ترى العلوه المركزيه بالعراق، علوه اسماك البصره، العلوه المركزيه تمول المحافظات كلها.
من الجنوب للشمال. السبب لأن موقعها الجغرافي على البحر، احنا نبعد عن الفاو عن البحر حوالي ساعة ساعة وربع، فالبصرة بها علوة رئيسية، يجون من جميع المحافظات من الشمال، حتى من الشمال جاية، بس ما حد انتبه لنا. سووا خريطة تحتوي على 36 محل سمعنا بها من سنة 2006 ولحد الآن ما تنفذ المشروع، وهو اشتكينا ولا حد ما حد يلتفت لنا. أنت تعرف العراق مر بهاي الأزمة وما بقى شيء على حطته مثل قبل، لا أكو متابعة للصياد، لا أكو دعم، ولا أكو مراقبة. يعني أنت تتصور قبل الصياد أول مرة يطونا شبش على قد ويدعمونه بكل الأمور المادية والمعنوية، وفوق كل هذا أكو مراقبة عليه بأنه يصيد ويجيب السمك للبصرة أو للفاو. هسه ماكو هيك شيء، مراقبة ماكو، دعم ماكو من الدولة مع الأسف. يعني الدولة بكل شيء ما دعمه، لا الصياد ولا غير الصياد ولا أبد، يعني ظل كل من بكيفه. هسه أزيد الصيادة اللي بالبحر يصيدون السمك يبيعونه بحر، مو يفوتر، ما حد فارض عليهم، هو يروح هناك لين لكن ماكو مراقبة، ما حد يراقبه، ولا ما حد يراقبه وما حد يدعمه. يعني لهالدرجة هذا، لو اكو مراقبة والدولة تدعم الصياد لا كان كل شيء يتوفر بالعراق. العراق مو عايز، العراق مو قاصر، العراق كل شيء بيه. مع الأسف يعني مثل ما تقول يعني الأمور فالتة، يعني ماكو كل مراقبة. هذا السبب الرئيسي ترى، لو بحر موجود والصيادة موجودين واللنجات موجودة، بس يراد لها تنظيم ويراد لها دعم ويراد لها مراقبة. هذا السبب الرئيسي من الدولة مع الأسف يعني. إيه؟ بالإضافة إذا أنه أكو ضغوطات يعني من برا ما أعتقد. ليش؟ لأن أنا إذا أصيد أخوانهم يفرضون علي فرض أنه أنا اللي أبيع لهم. لا، المراقبة اللي 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 سببها الدولة هي خلت الصياد يعني يبيع السمك بالبحر، يبيع للكويتيين، يبيع للإيرانيين، يبيع للإماراتيين، وين ما كان يبيع بالبحر. كل شيء أكو شيء هسه ما في قانون، كل شيء الدولة والبرلمان وغيره سأنا قانون الكل شيء يعني بالدولة. ليش يعني خلت شكل بدون مراقبة؟ ليش؟ شنو السبب؟ هذا اللي وصلنا لهيك مواصل. اجى هنا وسيد المحافظ اجى هم هنا زارانه، وعلى اساس عنده مشروع انه هذا يقلع كله ويسوي مقرنص وينظفه، بس تعرف مشاكل بالبصره صارت، وهذا عسى وان نتأمل خير ان شاء الله بالمراحل هاي راح تجي، عسى وان شاء الله الامور تتطور الى غير شيء. تصور انه عقد البلديه هسه جددوه هسه ياخذون نفايات من عندنا فلوس، واحنا كل شيء ما شايفين تنظيف. أنا هسه واحد من العالم دافع نفايات 1,350,000 نفايات مع المحلي هذا. البنى تحتية وين؟ مجاري وين؟ شوف هاي وضعيتنا. إذا ما صير بنى تحتية للمجاري يكون مضبوطة، فد شغلات تبليط مقرنص، فد هنا فد قمرية نسوي كبيرة يعني تحمينا من الشمس، إلا نقدر نشتغل. أنا ما أريد من الدولة تبني لي محل، أنا أبني، بس خلي يسوي لي بنى تحتية.